صوت مسموع كويس يا جماعة؟ طيب تمام جدا. يا ريت كل حد يغير اسمه فوق. المفروض كانت محاضرتنا النهاردة عن يعني محاضرة كده تعريفية، الله يرحمه طبعا ويرحمنا جميعا. ما لا المحاضرة النهاردة هي محاضرة تعريفية بحتة، يعني هي محاضرة عن ايه هي اللغة اليابانية. انا عارفة مش هنتابع حاجة، يعني مش احنا المفروض النهاردة محاضرة 23 وكنا هندي حاجات فيها. لكن النهاردة حبيت ان هي تبقى محاضرة تعريفية نظرا لان في ناس كتير ما تعرفش عن الياباني وعايزة تعرف حاجات يعني عنه كده، ويبقى عندها فكرة كبيرة، يعني فكرة كويسة بحيث انها تعرف اذا كانت هتدخل ولا لا. طيب انا بس هعمل بول كده، هعرف الاول هعمل 2 بول او هعمل 1 بول اللي هو عن الناس الجداد هنا معانا. طيب واضح ان في ناس كتير جديدة عندي، يا ريت كله يشترك، كله يشترك حتى الدعم الفني يشترك. يعني من ضمن ال 30 شخص في حوالي 25 شخص اشتركوا، منهم 18 واحد جديد، 18 واحد جديد، 18 واحد جديد يعني ما يعرفش عن الياباني، او 19. طبعا يعني مش مشكلة. لا هي مش هينفع اختصر المحاضرات المرة اللي فاتت، بس انا هديكوا فكرة عن اليابان. طبعا قبل ما من من ما تذاكر قبل ما تذاكر الياباني لازم يبقى عندك هدف. ايه هو الهدف؟ ايه هو الهدف من تعلم اللغة اليابانية؟ يعني في هاشم هنا بيقول هو عنده اهداف كتير. يا ترى مثلا عايز اعرف ايه هدفك من تعلم اللغة اليابانية. انا عايز اعرف كده، الناس تقول لي اهدافها. هي المحاضره دي هتبقى دردشه عامه جدا، دردشه عامه، وهنعرف منها حاجات وهنجاوب على اسئلتكم، واللي عايز يتعلم يتعلم ازاي وايه احسن طريقه للتعلم والكلام ده كله. طيب لميا بتقول انا هدفي اكمل دراسه هناك. الكرماوي بيقول لاجل ان اخذ من ثقافتهم. هاشم بيقول لاني يمكن قريب راح ادرس في اليابان. دينا عبد العزيز بتقول نفسي اسافر اليابان. طيب كله يشارك يا جماعه، كله يشاركني، انا عايز كل الناس تشاركني. ايه هدفك من تعلم اللغه اليابانيه؟ ما هو الهدف من تعلم اللغه اليابانيه؟ ما هو هدفك من تعلم اللغه الياباني؟ ده الحاجة اللي هنتكلم فيها ان شاء الله بتوسع. يعني ما عنديش هدف محدد، انا بحب اليابان والانمي بتاعهم جميل، نتمنى ان انا اسافر اليابان. مين اللي قال اوكي ما عنديش هدف، اتمنى اسافر اليابان واتعلم من حضارتهم. ده علاء. سؤال من هاشم، انت رحت اليابان قبل كده؟ لا انا ما رحتش اليابان قبل كده.
في ايمن بيقول لك انا عايز افهم من غير ترجمة. في نوار بتقول عشان هي لغة جميلة وانا بحبها، اولا على امل ان اسافر ليها. محمد كمال بيقول لك انا عاوز اكمل دراسة هناك، اعرف الثقافة اليابانية عن طريق معرفة اللغة. ده جست 141، يا ريت تغير اسمك. شيف زكريا بيقول نفسي اسافر اليابان اشوف الانمي وافهمه واخلص اول لعبة ياباني في حياتي. ريكا بتقول I will be a translator، عايز ابقى مترجمة. صافي بتقول اعشق كل ما له علاقة باليابان الترجمة. دعم الفني هالة بتقول حاجة جميلة جدا، فتح اسواق جديدة في بلدي، دي حاجة هايلة. انجي بتقول لغة اخرى، يعني هي لغة جديدة وخلاص وهتعلمها. شيماء بتقول انا بدرس في سياحة وفنادق، عاوزة ابقى مرشدة ياباني. نورة بتقول وانا باخدها هواية ولغة تانية اتكلم بيها، ومن تعلم لغة قوم امن شره. طيب انا خلوني بس اشرح، انا هاخد شوية بوينتس كده هتناقش فيها معاكو عن لغة قوم. لغة قوم دي، علشان لغة قوم دي اصلها واسعة قوي، وهشرح لكم يعني ايه نتعلم لغة قوم ويعني ايه نأمن شعره، مع ان اليابانيين مش كلهم يعني مش بتوع شعر والحركات دي. يعني اعشق الثقافة اليابانية، ولكي ننقل ثقافة اليابان للعرب. الصوت عمال يقطع. معتز بيقول اقرأ الكتب اليابانية. الكوامي بيقول بالعكس دي ناس محترمين جدا. لا هو مفيش نويز، اعتقد ان مفيش نويز. يعني انا جايب مايك بقى المره دي، فاعتقد ان مفيش نويز، مشكلة الصوت. طيب طيب هاشم بيقول انت تقول الياباني بالمقلوب، طيب يعني لو قلت واتاشي وا جاكسي هو كده صح ولا كيف؟ اصح. لا 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 لا، هو انا المحاضرة دي بس كده دردشة، ومحاضرة كده هنعرفكم ايه هي اللغة اليابانية للأهداف. هندلكوا ايه اللي ممكن تعمله، ايه اللي ممكن، ازاي تنمي نفسك، الكلام ده. انا بس عايز يعني اتناقش معاكوا كده علشان يعني نوصل لأحسن حاجة بإذن الله. طيب الحمد لله، في واحد الحمد لله الشخص اللي مات ده ما طلعش مات. وزارة الصحة أعلنت إن في 4 أصيبوا. كويس الحمد لله. طيب بس هيموتوا يعني اصل اللي هي يعني اللي هيجي ناحية وزارة الدفاع ده لازم يتضخ، يعني ما فيهاش كلام يعني، فربنا يستر يعني. المهم طيب في ناس كتير جدا، كان في حاجات كتير جدا اتكلمت فيها. واحد قال لك والله لغة جديدة، انا دلوقتي قفلت الشات. في حد قال لك والله دي لغة جديدة. في حد قال لك لا انا والله انا عايز ابقى ترانسليتر. في شخص تاني قال انا شايف ان انا نفسي يعني اتفرج على الانيميشن من غير ما يكون في ترجمة. في واحد قال انا نفسي اكمل في اليابان دراستي، ودي يعني 2 3 جاوبوا نفس الاجابة. في حد قال انا نفسي افتح اسواق جديدة، نفسي انقل الثقافة. دي كلها حاجات كويسة جدا، لكن لازم، انا فتحت الشات تاني، لكن لازم نعرف حاجة كويسة ان الياباني مش سهل. والياباني هياخد وقت. يعني هياخد وقت قد ايه؟ حد يديني كده يعني، ممكن يديني كده تقييم خياله كده، ممكن عشان اتعلم ياباني واتكلم ياباني ممكن تاخد قد ايه؟ في حد يقول لك 2 3 3، معتز بيقول سنة، شريف زكريا بيقول 2 تقريبا، 3 سنين، 4 سنين، سنة من الدراسة الجادة، 3 سنين، 4، 2، 2،
علاء خمسة، الحروف لوحدها صعبة قوي منه. آه زينب لكن سهلة قواعديا. 6 أشهر، ده هالة دي يعني، بسم الله ما شاء الله. 6 شهور. هاشم بيقول لك شهرين. علاء معلش يا علاء، أنا آسف. علاء آلاء ولا علاء؟ آلاء خلاص أوكي. دينا بتقول بترجع لقدرة كل واحد. سحس بيقول الكانجي لوحده بداها 4 سنين. طيب انتوا عايزين عن تجربة شخصية ولا عن تجربة شخصية؟ عن تجربة شخصية 6 سنين عشان تتكلم ياباني كويس قوي يعني. 6 سنين عشان تتكلم ياباني كويس قوي. 6 سنين. 6 سنين ومن الدراسة الجادة والمتواصلة. بس في حاجات هتلعب دور تاني انها تقوي الياباني بتاعك يعني، يعني في حاجات هتخلي ال6 سنين دي تقل تمام. لكن هلا بسم الله ما شاء الله بتقول 6 شهور. ايه هي الحاجات اللي هتقلل تعلم اللغة اليابانية؟ في عوامل كتير جدا هتلعب دور ان هي تخلي ال6 سنين يوصلوا ل2 3 سنين. وكبكب بيقول نسافر اليابان، ده حل، ده فعلا دي اجابة صحيحة. سافر اليابان يعني سافر اليابان هي يعني تقعد سنة في اليابان اتليست تمام. يعني سنة سنتين ماكسيم هتبقى بتتكلم ياباني، مش واو بس هتبقى بتاخد وتدي. هي سنتين في اليابان او سنة لسنتين في اليابان. طيب الحاجة التانية الموتيفيشن، الدافع مش، ما هو يعني الدافع، خلونا اكمل كلامي. الدافع هيخليك تتعلم الياباني اسرع من اي حد تاني، بمعنى ان لو كان عندك دافع وهدف، علشان كده سألتكم على الاهداف. الشخص اللي عايز يتعلم ياباني، عشان باحترامي لاي راي، باحترامي لاي راي اتقال، الشخص اللي عايز يتعلم ياباني علشان يتفرج على انمي من غير ترجمه، انا احب اقول له ان انت يعني زي الفل، مش هتعلم حاجه، انك هتزهق. والشخص اللي قال لي برضه الكوامي بيقول لي انا بحب ثقافتهم جدا، احب اقول له برضه حاجه جميله جدا بس برضه هتزهق. لان ثقافتهم اللي انت بتتكلم عليها دي المفروض ان انت تحفظ 2000 رمز منها بس، يعني الثقافه اللي انت بتتكلم منها ده غير مسح الزور كده في الاول 96 حرف، ده غير الجرامر الغريب، ده غير ان انت محتاج تشقلب الكلام في دماغك بعد كده من ورا لقدام، يعني حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا هتلعب دور. فالموتيفيشن مهم، لازم الموتيفيشن مهم. يعني ايه الموتيفيشن مهم؟ يعني الدافع بتاعك يبقى قوي، دافع يثبتك، دافع يخليك ما تستسلمش. احنا اللي كنا بندرس، يعني اللي كنا بندرس دراستنا اللي هو كنت بتتحاسب على امتحانات ونجاح وسقوط والكلام ده، كنا بنعدي بمراحل احباط كتير. فما بالك بقى للشخص اللي كمان مفيش حاجه، مثلا مفيش امتحان وراه، ولا مفيش، ما بيمتحنش، او بيتعلمها كهوايه، او بيتعلمها كحاجه كده. يعني اقول لك على حاجه، انت بتهزري يا 141، انت عارف ان ده موتيفيشن جامد جدا. يعني احب واحد ياباني، انت عارفين ان في ناس كتير جدا واخده، انا ما بهزرش، انا بتكلم بطريقه فعليه وعن تجارب شخصيه لناس تانية، ان انت لما بتتعرف يعني للاسف الجنس الاخر بالنسبه لك وتتكلم معاه كتير، وهو دي الحاجه من الحاجات اللي ممكن تخليك تتعلم لغه، ما بهزرش. هو مش هيعلمك ياباني بس على الاقل هتقدر تتعامل معاه يعني. والله والله لا، انا بعلم ياباني علشان الناس اللي عايزه تتعلم ياباني، بس اللي انا بقوله، اللي بقوله ان انت لازم يبقى عندك هدف علشان تقدر بس تتابع وما يجيلكش احباط. يبقى احنا بنتكلم على الاهداف، يبقى هيبقى عندك هدف دافع
ودافع قوي علشان الاحباط ما يقابلكش. تمام. يعني فعلا يا آلاء لازم الواحد يتأكد من اهدافه. لازم يتأكد من اهدافه. خلاص كويس جدا. طيب عندنا برضو من احد الحلول اللي تخليك تعلم ياباني بسرعه ان انت، انا عشان ما روحتش اليابان خدت 6 سنين، فكان اللي بالنسبه لي كان بس احاول اتكلم مع يابانيين على الانترنت واحاول اتكلم مع اليابانيين على في الارض، فكان العمليه صعبه شويه. علشان تتعلم، اتفضل يا سحس، علشان تتعلم ياباني يبقى انت محتاج ممكن تروح اليابان، ممكن في حاجات بتسهل ان انت تروح اليابان او ان انت تتكلم يابانيين باستمرار، ان انت اللي تتعلمه تقوله رغي بقى، تقعد ترغي اي حاجة تتعلمها، تقعد ايه ترغيها وتتعلم كتير وتسمع كتير وتتعلم كتير وتسمع كتير. هو دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخليك في خلال سنتين تبدأ تتكلم ياباني. جميل يا هاشم، والله انا مبسوط بيك. اتفضل السؤال. انا لما اتعلمت ياباني كان ايه دافعي؟ جميل. اتعلمت ياباني علشان دوافع، هقول لك. الدافع كان بسيط جدا، ان انا يعني كنت مش حاجة شخصية، بس كنت يعني محدش يقول مثلا ان انا كنت موهوم باليابان والكلام ده، لا، اليابان بالنسبة لي كانت دولة عادية جدا مش عارف عنها حاجة اصلا. بس اتعلمت ياباني علشان الاقي شغل، دي حاجة. اتعلمت ياباني علشان الواحد يبقى متميز بحاجة تانية، بحاجة مختلفة يبقى متميز بيها. فدي كانت اهم دوافع يعني. بس فعلشان كده اتعلمت ياباني. ينفع جدا يا هاشم، برافو. الكلام اللي ان انت تتكلم مع يابانيين كتير دي حاجة كويسة جدا، بس احذر بس من شوية حاجات كده وانت بتتكلم معاهم، ان العامية طبع عليك، فلو العامية طبعت عليك تيجي تتكلم مع ناس اكبر منك مش هتعرف تتكلم معاك، وهيدوك على دماغك يعني زي كده. علاء، ازاي ابتديت يا الاء، انا اسف مره تاني، ابتديت في الجامعه، انا دراستي كانت الجامعه. تمام. طيب فهو يبقى احنا رقم واحد، يبقى لازم يبقى عندك هدف، لازم يبقى عندك دافع. الناس اللي عندها، اللي عايزه تكمل دراسه او اللي عايز يفتح مشروع مثلا هنا علشان يقدر يفتح مشروع لبلد، دي حاجه كويسه جدا. اللي في ناس تقول لك انا ممكن اخد افكار واطبقها هنا في بلده، فدي حاجه في حد ذاتها كويسه. فالدافع مهم جدا وانت بتتعلم ياباني، لان هتمر بمراحل احباط وكراهه عاميه 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 من ال درجه درجه يعني، وكراهه عمية يعني درجة غريبة يعني. تمام. ف يا ريت كلنا نحط ده في دماغنا، يبقى الهدف كل واحد يحط هدف واضح في دماغه ودافع ويمشي على هذا الاساس. خلاص. طيب هندخل على الحاجة التانية. انا زي ما قلت قبل كده، يا سلام عليك يا بيكو، زي ما بيتكلموا بتوع الميكروباصات عندنا كده بالظبط. طيب الحاجة التانية، شايفين البوضة ولا مش شايفين البوضة؟ لا لا، البورد السبورة، مفيش حد شايف السبوع. طيب ماشي، اوكي هنزل تاني. طيب شفتوها؟ طيب اوكي.
تمام. هو طبعا المطلوب ان انت يعني تكتب بس، يعني ايه، علشان تاخد شوية نقاط مش اكتر. لازم نعرف ان انا مش هبدأ طبعا في الدور، يعني انا اوريدي ابتديت. لازم نعرف كويس جدا ان اللغة اليابانية لغة بتعتمد على الحفظ والتركيز. وانا هستعين، على فكرة انا هستعين حاضر يا محمد، انا هستعين شوية بالناس اللي القدام معانا، يعني الناس القديمة انا هستعين بيها ان هي الناس اللي هي ايه، الناس اللي هي قبل كده متابعة معانا من الاول خالص، فبالتالي هتديكوا برضو افكار كويسة تفيدكوا في التحصيل يعني المذاكرة. طيب، يبقى احنا قلنا ان اللغة اليابانية دي بتعتمد على الحفظ والتركيز بشكل كبير جدا. تنظيم وقت المذاكرة والحفظ والاستحضار شيء سوف يلعب دورا كبيرا في تعلم اللغة اليابانية. تمام، هي نفس الكلام يا هاشم، هي ما فيهاش حاجه جديده، هي نفس الحاجات بس مع وضع بعض اللمسات المختلفه. تكرار كتير، نقعد نشوف الـ الفيديوهات، او نقعد نشوف اي حاجه كتير عندنا، سواء الفيديوهات التعليميه اللي انا بنزلها او الفيديوهات التعليميه اللي موجوده على الانترنت. يعني في فيديوهات تعليميه موجوده على الانترنت، بس في طريقه تانية ممكن تعملها. طبعا كل الشعب مفيش حد ما عندوش موبايل، ممكن تنزل الحاجات دي تحولها ام بي 3 وتسمع بعد كده وانت ماشي في حته، تحطها في دماغك، تحط الهيدفون وتتعلم وتتعلم ال تسمع كلام كتير. في سؤال من جست 170، طيب اذا الواحد اتعلم ياباني بدون دروس بس من سماع الياباني كتير، ما انت مش هتعرف تكتب. فلو انت هدفك ان انت تسمع فقط براحتك، بس مش هتعرف تكتب. تمام، فانا بعلم الكتابة وبعلم القراية وبعلم السمع. ما هو ماشي، يبقى هتاخد وقت. الا تكفي قوي 4 ساعات؟ انا مش محتاج اكتر من 3 ساعات اصلا. تمام، طيب اتفضل يا هاشم، اسئلتك كتير. ازاي تكتب ياباني هنا؟ هنا فين؟ هنا في الكمبيوتر يعني قصدك، ولا هنا في التشات؟ المحاضرة تقدر تكتب ياباني، اعتقد ان في ناس بتقدر تكتب ياباني هنا، فسهلة يعني، عادي بتحاول اللغة من تحت. طيب، دايما بركز على نقطة مهمة جدا في تعلم اللغة اليابانية، وهي الاستحضار. ويمكن الناس اللي ذاكرت ياباني، منهم محمد كمال مثلا او نوارة او الناس اللي انا اعرفها، يعني مفيش ناس اعرفها كتير النهارده مش عارف ليه، صافي، زينب، كاب، يمكن كاب ده حبيبي يعني، هيقول لكم قد ايه ان الاستحضار اصعب حاجه في تعلم اللغه اليابانيه. تمام يا كمال، اوكي، اصعب حاجه فعلا فعلا هي الاستحضار. الحفظ سهل، هتحفظ الحروف، حاجة مش هتلاقيها صعبة، يعني حاجة هتلاقيها تقدر تعملها لو حفظت الحروف. لكن انك بقى تستحضرها بسرعة، وانك اول ما يجي اول ما تشوف الحرف ده على طول تعرفه زي الف ب كده، دي هتاخد وقت جامد. علشان كده محتاج ان انت تتمرن كتير، تقعد تكتب 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 تكتب، تقوم الصبح تكتب، تنام قبل ما تنام تكتب، وانت ورا قاعد في اي حته تقعد تكتب. الموضوع هياخد منك وقت، علشان الاستحضار الاستحضار هتلاقيه عمليه صعبه قوي. يعني احنا عاملين صفحه يا هاشم بالفعل.
بالنسبة للتمرين، التمرين سهل، في حاجات هديها لكم جروب، خلاص هنعمل جروب، حاضر نعمل جروب، بس انا مش هدخل، مش هينفع اعمل جروب دلوقتي لان انتوا مش هتقدروا تتكلموا، في ناس كتير مش هتقدر تتكلم فمش هيبقى فاهم حاجة. هنحط اللينك، حاضر هنحط اللينك. كبكب الفكرة دي عايزين نطبقها بالفعل، عايزين نطبقها بالفعل، بس مش عايز اعمل حاجة والبشر كلها، في ناس كتير مش هتعرف تقول، مش هتعرف تتكلم، فانا بس عايز اأهل الناس الاول لمستوى معين بعد كده نقدر نتكلم. انا حاولت ان انا اعملها في الصفحة بتاعتي ان انا اقول لكم حاجات بالياباني، اكتبها لكم بالياباني، بس الحمد لله ما لقيتش استجابة يعني. طيب احنا قلنا ان الموضوع هياخد، هي دي معناها ايه؟ ضحك يعني؟ اوكي طيب ماشي، يا ريت مش لازم دي، ماشي. طيب احنا هنتعرف بقى على الياباني، ايه هو الياباني؟ ماشي، ايه هو الياباني او بيتكون من ايه؟ حد يقول لي كده بيتكون من ايه؟ ثلاث حاجات، كاتاكانا وهيراغانا وكانجي. كابكاب بيقول هيراغانا وكاتاكانا وكانجي، جميل. طبعا مش عايزين نقول ايه، مش عايزين نقولها هيراغانا وكاتاكانا وكانجي، مش عايزين نقول الكلام ده، عايزين ننطقها صح. كاتاكانا هيراغانا كانجي، كاتاكانا هيراغانا كانجي، مش عايزين كاتاكانا وهيراغانا، خلاص. والهيراغانا والهيراغانا نضخم بالظبط يا هاشم، لازم نضخم. انا بس عايز اجيب الفايل بيكو. كاتاكانا بالصلاه على النبي. طيب لما نيجي نقولها نقول كاتاكانا هيراغانا كانجي، تمام، مش بنقول هيراغانا وكاتاكانا، خلاص. طيب هنقول دلوقتي ايه هي الحاجات دي يا لنا الله. ماشي، دي حاضر يا 141، حاضر، قلنا بس نغير الاسماء. دي تقسيمة ال، لا ما انا هقول لك لازم تحفظ كام يا 170. دي تقسيمة الياباني، عشان تتعلم ياباني انت محتاج تتعلم الثلاث حاجات دول، تمام، علشان علشان تبدا تفهم ياباني انت محتاج تتعلم الحاجات دي، الهيراغانا، ودي نوع من الكتابه في اللغه اليابانيه، بتتكون من 46 حرف، تعتبر الالفابت اللي هي الـ يعني الـ البدايه كده، مسح الظروف في الياباني. هيراغانا. طيب وحاجه تانية اسمها الكاتاكانا، وهي 46 حرف، تمام. وبعد كده بينضم معانا الكانجي، وهو عبارة عن يعني بيزيد عن 2000 رمز، لكن الرموز المستخدمة بشكل رسمي هي 1945 رمز. هل انت محتاج تتعلم ال 1945؟ لا. طب انا لو اتعلمت كام يمشوني؟ يعني كام كده يبقى حاجة تمام تمشيني كده؟ يعني من 500 ل 1000 اقل واجب. مش حاجة، مش قصة يعني. 500 ل1000 كده تتعلمهم، نقول ان انت ايه، ممكن تقرا ياباني شوية، تمام، على الاقل هتعرف بعد كده. اصل 500 ل1000
انا عايز افهمكم، 500 الف دي هتعمل فيك ايه؟ 500 الف دي هتخلي عندك القدرة على ان انت ازاي تدور على اللي انت مش فاهمه بعد كده. يعني انت لو عد مثلا، لو انت حفظت 1000 رمز خلاص، خلاص في اللغة اليابانية حفظت كام؟ 1000 رمز في الياباني، تمام؟ تيجي بقى، تيجي عايز تقرا حاجات تانية ما فهمتهاش، هتعرف تدور على الباقي، يعني هتعرف توصل ان انت تدور على الباقي. خلاص؟ هتعرف تبحث عليه سواء بالخطوات، هتعرف تدور بالخطوات، هتعرف تدور بحاجات كتير جدا، هيبقى عندك القدرة ان انت تدور على الباقي وتتعلم، يبقى سيلف ستادي كده، هتلاقي نفسك تتعلم حروف لوحدك. بس ال 500 او ال 1000 دول لازم يجب ان تتعلمهم جيدا. وعلى فكرة بالمناسبة كمان، انت تقدر تاخد شهادة تثبت اللغة اليابانية بتاعتك من غير ما تتعلم ياباني بفلوس. يعني انت ممكن تاخد شهادة من السفارة، تمتحن امتحان في السفارة، تاخد شهادة بيها ان انت بتتكلم ياباني، ده تثبت ان انت اتكلمت ياباني. يعني ممكن بس من خلال الكورسات اللي احنا بنديها دي ممكن تتكلم ياباني بشكل رسمي بأي دولة، بأي دولة. السفارة اليابانية بتعمل امتحان في السنة في شهر 12 على ما اعتقد، في كل سنة بتقدم فيه حسب المستوى، في مستوى بيتطلب ان انت تكون عارف. لا هنا هنتعلم 300 فقط، ده لو وصلنا له. انا مش عارف بصراحة يا امير اللغات التانية، بس انا اعرف ان الياباني ان انت ممكن تقدر تاخد شهادة تثبت ان انت تتحدث اللغة اليابانية. لا هو مفيش، يعني مش هتلاقي الباقي مستخدم. يا شيخ، يا شيخ تؤهلك. احيانا في شركات ياباني كتير جدا بتعتمد على الشهاده دي، ما بتعتمدش على شهادتك التانية. يعني ساعات ما بيعترفوش، مش ما بيعترفوش، بس شهاده الكليه كويسه ماشي. طب انتوا اتعلمتوا ياباني، طب برافو. طب ايه بقى عندك شهاده السفاره اليابانيه فين؟ فيجب يعني احنا كناس دارسين اللغه اليابانيه لازم يبقى معانا هم اربع مستويات. الاعلى مستوى هو واحد واثنين وثلاثه واربعه. لازم على الاقل علشان تشتغل مترجم فوري لازم يبقى معاك المستوى الثاني، وده مستوى صعب جدا، بتعدي فيه المفروض ان انت حافظ فيه 1200 1300 رمز. المستوى الرابع بس محتاج منك 300 على شويه جرامر كده خفيف، على شويه سمع كده برضه خفيف تقدر تاخدها. يعني المستوى دلوقتي اللي احنا واصلين له في الياباني ده حقيقي، وانا عايز اقولها لكم وبقولها لاول مره، المستوى اللي احنا دلوقتي الناس اللي مكملين معانا من الاول ل 3 و للدوره 23 كمان 10 15 محاضرة كده ظريفة، يقدر يمتحن الامتحان ده مع شوية تدريبات. يعني مع شوية تدريبات هيقدر يمتحن الامتحان ده، يقدر يدخله. تقدر تدخله. تقدر تدخله. مع شوية تدريبات، مع ان انا يعني ممكن نتناقش، ممكن نتناقش في الامتحان ده، ممكن نعرف الامتحان ده بيجي فيه ايه؟ المستوى الرابع. وممكن تدخله ويبقى معاك شهادة تثبت ان انت تتحدث اللغة اليابانية. لان على فكره الامتحان في السفاره اليابانيه ده بيبقى امتحان اختياري، يعني كله اختيارات، معظمه اختيارات، ما بيبقاش كتابه. ما بيبقاش كتابه، امتحان ما بتكتبش، امتحان كله اختيارات، كل سؤال ليه اختيارات، اربع اختيارات فقط. فتقدر او لا تقدر، يعني احنا بقى لنا واصلين محاضره 22، لا نقدر توصل، لا خصوصا ان انت ما بتتكلمش، انت بس بتسمع في سماع، وفي بتمتحن في الجامعه وبتمتحن في الكانجي. الامتحان ده بيبقى في شهر 12، التقديم فيه غالبا غالبا الايام اللي احنا فيها دي دلوقتي، يعني تقريبا، يعني ولا مش عارف قفلوه ولا ايه، انا ما عنديش معلومات. مفيش امتحان محادثه، امتحان محادثه ده معايا انا. اللي عارف ينجح. يعني حفظت كويس وتابعت كويس والجرامر فاهمه كويس، لا هتدخل تحل، ما بهزرش وعلى ضمانتي. يعني اللي انا عايز اوصله لكم ان دي في السفاره اليابانيه،
تقدري تسألي في الصفوة اليابانية. اللي أنا عايز أوصله لكم إن الامتحان ده لا مستوى أي حد يقدر ياخده، يعني أي حد كده بادئ في الياباني يقدر يتعلمه يعني. ولا ايه يا مروه، انت مروه واخده الامتحان ده مظبوط؟ مروه لا مش مروه، مروه انت واخده الامتحان ده صح؟ امتحنتي الامتحان ده يا مروه صح؟ شكرا يا علاء، شكرا. اصفار تعلم ياباني، اصفار تعلم ياباني. انا بتكلم ان انت ممكن من خلال تعلمك على الانترنت اللي احنا بنتعلمه ده ممكن تاخد الشهادة تثبت ان انت تتحدث اليابانية، او يعني تثبت ان انت بتتكلم ياباني يعني. مفيش اي شروط لا انا اعرفه، مفيش اي شروط، ممكن اي حد يقدم. انت بس بتدفع فلوس، بتدفع الفيز يعني وخلاص، وبتقدم صور، تقريبا صور بتاعتك ومش عارف ايه، بتقدم يعني شويه حاجات كده وتقدر تدخل الامتحان وتمتحن. وبعدين بيبقى في حاجات امتحانات قديمه يعني، لو حابين عايزين تشوفوها ممكن اوصلكم بيها ان شاء الله واعرفكم عليها في محاضرة زي دي كده، بحيث ان احنا نعرف بعد ما نوصل للمستوى اللي انا حاطه في دماغي، يعني المستوى اللي انا عايز اوصله لكم. في مستوى كده لو وصلنا له المستوى ده يأهلك ان انت تاخد الامتحان ده، بلس ان احنا هنتمرن بقى، فلازم تمرين بقى. كم محاضرة؟ كم محاضرة؟ يعني كم انا بقول لك من 10 15 كده قدام، بس هتبقى مكثفة والله. ما هسيبكم، حاضر انا موجود اهو، انا بقالي احنا بقالنا سنة في الموضوع ده وداخلين على سنة. حاضر حاضر يا مروة، حاضر. يا ريت محمد كمال، يا ريت تحط اللينكس بتاعت البريفيوس ليسنز في المحاضرات اللي فاتت يا محمد، حطها لي. الانفورمال واي بتفيدنا امتى؟ حاضر هجاوبك على السؤال ده. لا مش كفايه. لا يا عصام ده كفايه ان انت تبدا معاه طبعا، ده هايل، انت كده كويس جدا، هايل. ان شاء الله. 23 اللي فاتوا قول مثلا ان احنا ادينا منهم 20 محاضره مثلا بشكل مكثف، ادينا فيهم حاجات كتير جدا، ادينا تمرينات وبالتمرينات وبكله مثلا 20، اقدر 20 في 2، 20 في 2 يعني ب 40 ساعه، 40 ساعه مثلا، كمان زود عليهم كمان ايه 5 ساعات او يعني 5 ساعات او 10 ساعات، لان انا ساعات قعدنا 3 ساعات، فممكن نقول ان احنا عملنا يعني متوسط 45 ساعه. انت عملت 45 ساعة بتتعلم ياباني، يعني 45 ساعة مش بس بتتعلم ياباني، انت خدت معلومات كتير، اتعلمت حاجات كتير، الكلام ده كله انت اتعلمته. خلاص؟ طيب انا بس كان في سؤال كده لكبكب، الانفورمال واي بتفيدنا امتى يا سنسي؟ الانفورمال واي دي بتفيدك لما تروح اليابان بس. لما الانفورمال واي بتفيدك ان انت تعرف اللي قدامك بيقول ايه، بس ساعات ما بتقدرش تستخدمها علشان اللي قدامك بيبقى اكبر منك فما بتقدرش تستخدمها معاه، فبالتالي بس مهم تعلمها. تمام، مهم تعلمها كويس جدا. فدي حاجه انت محتاج تعرفها علشان تقدر تستجيب للي قدامك، ماشي. والعاميه العاميه فيها حاجات كتير، فيها اكسنت كمان. تمام، هيراغانا ليه بتستخدم؟ الله، واحد يقول لي هو انا عايز اعرف حاجه، هو ليه في هيراغانا وفي كاتاكانا وفي كانجي؟ يعني انا ايه الملل اللي احنا فيه ده؟ هما ليه لغة خنيقة كده؟
مليانة حاجات يعني، ما هي ما يخلوها حاجة واحدة وخلاص ونخلص ولا ايه؟ صح؟ يعني هما خانقيننا ليه كده اليابانيين؟ والله عارفين بالمناسبة الفرنسيين مسميين اللغة دي لغة الشيطان. انتوا عارفين ده حقيقي فعلا، ده حقيقي فعلا، الفرنسيين مسميين اللغة اليابانية لغة الشيطان. ليه بقى؟ ليه؟ علشان الفرنسيين في فترة من ال الفرنسيين في فترة من الفترات راحوا عشان يعملوا عملية التبشير. الكنيسة في فرنسا راحت اليابان تعمل عملية تبشير. لما راحوا اليابان لما راحوا اليابان خلاص هناك لقوا ان اليابانيين ما بيتكلموش غير ياباني، فقالوا احنا لازم نتعلم لغتهم علشان نعرف ننشرها، عشان نعرف نتكلم معاهم ونبشر، نعمل عملية التبشير. ما عرفوش قعدوا 6 شهور ما قدروش، رجعوا للكنيسة وراحوا كاتبين رسالة كده قالوا اللغة دي لغة شيطان عشان كده مش عارفين نتعلمها. دي كانت قصة، دي قصة حقيقية على فكرة. طيب الهيراجانا باختصار، في ناس كتير كتبت طبعا، الهيراجانا هي حاجة، هي كحروف بتستخدم خلاص لليابانيين، للكلمات اليابانية الأصل. يعني ايه كلام ياباني الأصل؟ يعني كلام ياباني، اي حاجة كلام ياباني، اي كلام ياباني. بقول مثلا كونيتشوا، كومباوا، اوهايو جوزايوس، مين ناسان، اي كلام ياباني بنكتبه بالهيراجانا. اي كما اي كلام لغتهم الاصليه هو مينا نوني هونجو، احسن كتاب يا لميا، يعني الكتاب اللي انا بعتبره اللي هو ممكن ياسسك كويس، خصوصا ان هو بجد بيفهم كويس قوي. اي ناس غريبه يا منا، بقى نعمل ايه؟ طيب يبقى الهيراجانا كلمات، ماشي، هي حروف بتستخدم لكتابه الكلمات اليابانيه المصدر، اليابانيه الاصل. حاضر، هكتب لكم الكتاب. الكتاب على فكرة نقدر نجيبه، محمد ممكن يقول لكم، محمد كمان هيقول لكم اللينك بتاع الكتاب وتنزلوه، يعني اللينكات كمان موجودة، استنوا كده هجيبها لكم. ولا ضاعت ولا ايه؟ ماشي. وفي كمان كتاب يعني انا عايز اقوله لكم، كتاب اسمه ليرن هيراجانا، هايل، كتاب هايل عن تعليم الـ اليابانية، يعني تعليم الحروف. انا عايز بس ثواني كده بس اجيب لكم اللينكات. ايوه جبت اللينكات. طيب هي دي اللينكات اللي انا هنزلها لكم دلوقتي، في لينكات كده هنزلها لكم ان شاء الله. دي اللينكات للكتاب، يعني دي اللينكات للكتاب مع الـ الاوديو كمان. دي اللينكات كلها ان شاء الله كده اللي انا نزلتها دي مع الاوديو كمان. not found not found يا خرابي not found بس انا مشفتهاش من ثواني، بس انا هتاكد كده. حاضر بنفسي. لا على فكره الصفحه شغاله، يعني الصفحه شغاله، الصفحه شغاله جدا. مش عايزين ننزل الكتب دي والكتاب تعليم الهيراجانا للناس، ف هتعبك معايا يعني. خلاص. طيب الهيراجانا زي ما قلنا انه بيستخدم ل
الكلمات اليابانية الأصل. طيب الكاتاكانا بقى بيستخدم لإيه؟ الكاتاكانا بيستخدم للكلمات الدخيلة على اللغة اليابانية. سلام يا صوم. كلمات الدخيلة، يعني لو عايز مثلا عايز اقول احمد جلال، عايز اقول محمد كمال، عايز اقول مين، عايز اقول مين، عايز اقول سوسن، عايز اقول دينا، عايز اقول منه، كل الكلام ده بكتبه بالكاتاكانا. خلاص، يبقى اي حاجة عايز اكتبها او لغة دخيلة علي، عايز اقول كمبيوتر، يعني كمبيوتر اللي هو بيرسونال كمبيوتر، عايز اقولها اكتبها، هكتبها كتابة، ها هكتبها بال تويوتا. بتعبر عن ايه؟ لا تويوتا، تويوتا يعني اكتبها بال، اكتبها بال بال بالهيراغانا ولا الكاتاكانا؟ بالهيراغانا بالظبط. لا عمرها ما تيجي بالكاتاكانا. تويوتا اسم ياباني، ياباني ده ما فيهوش كلام. خلاص، لان دي عيله اصلا اسمها تويوتا. هديكوا معلومه، يعني معلومه في الجون كده، معلومه محدش يعرفها، معلومه محدش يعرفها الا لو حد داس في اللغه اليابانيه قوي. يعني احيانا هناك كلمات يابانيه المصدر تكتب بالكاتاكانا. حد يقول لي ليه؟ ليه؟ لا حد، انا عايز حد. يا سلام عليك يا زينب، للتأكيد، للتأكيد. احيان كتير جدا في كلمات بتكتب كلمات يابانية، هي كلمات ياباني، كلمة ياباني، ياباني مفيهاش كلام. خلاص، بتكتب بالكاتاكانا، وده علشان يأكد عليها، يعمل عليها ستريس، يقول لك بص لدي. فاللي هقول يا جست 198، حاضر، قصدي بالقراية بالظبط، قصدي الكوارمي. لما تيجي تقرا ساعات ممكن تقابلك كده ان شاء الله قدام، هتلاقي ايه ده، الكلمة دي هيراغانا، ايه اللي ليه كتبوها بالكاتاكانا، والكاتاكانا اصلا يعني كلام بيكتب بيه الكلمات الدخيلة. اقول لك الاجابة ببساطة، ان هو عايز يأكد على الكلمة، يعمل عليها ستريس ليك فقط، ليس الا. دينا عبد العزيز مش فاهمة ايه الفرق بين الكلمة الياباني والكلمة الدخيلة. دينا اسمك ايه؟ دينا صح؟ هو كلمة دينا دي كلمة ياباني؟ يعني اسم دينا دي ده ياباني ولا مش ياباني؟ اسم اجنبي، الاسم الاجنبي بيتكتب بالكاتاكانا، والاسم الياباني الاصل زي واحد اسمه يوشيدا، زي واحد اسمه سوزوكي، الاسماء المعروفه في الياباني، زي واحد اسمه كانيدا، ودي اتعلمناه المره اللي فاتت. خلاص، في الحاله دي انا بحاول اشوف سؤالك اهو، ثواني. في الحاله دي بنعمل ايه؟ بنعمل، بنكتب الاسم بال ياباني. ما انا بجاوب اهو على سؤالك يا 198، بس يا ريت تغير بس اسمك. الفرق بين الهيراغانا والكاتاكانا ان الهيراغانا 46 حرف دول بنكتب بيهم كتابة، انا بتكلم على الكتابة مش النطق. النطق كل واحد، النطق كله ايه؟ كل واحد. لكن الكتابة الهيراغانا مختلفة عن الكاتاكانا، وده علشان سبب بسيط جدا، ان الهيراغانا بتكتب بيها الكلمات اليابانية المصدر، لكن الكاتاكانا كلمات دخيلة على اللغة اليابانية، اي مش يابانية المصدر، يعني حاجات مش يابانية اصلا. زي عايز اقول كمبيوتر بقول كمبيوتر، دي بتكتب بالكاتاكانا. عايز اقول عايز اقول تلفزيون تيريبي، بقولها بتتكتب بالكاتاكانا. خلاص، في حاجات، ما هو في حاجات كده بالسنس، يعني في حاجات بالسنس كده بتتعرف، زي ما اقول كوهي، كوهي دي هتبقى ايه مثلا؟ كوهي
يعني كوهي كده بالمنظر كده تتعرف ان هي ايه، ياباني. حاضر يا احمد جلال، هديك written example. هما الناس بتديك already written example. حاضر.